مشاهدينا متابعينا الاعزاء، تابعنا اشواط هذا الصباح وتابعنا ايضا الفطايم المشتركات من مسافه 1500 متر. نذكر ايضا بصاحبه افضل توقيت الاميره سالم بن علي راعي الحربة الكاسبي مع المضمر ايضا صغير بن حسوس الزرعية، سجلت دقيقتين خمس ثواني. انتقلنا الى ايضا الى الصعاب للمسافة 1200 متر، ننتظر انطلاقة اول الاشواط، اول اشواط الصعاب شوط البكار. بسم الله وعلى بركة الله ينطلق هذا الشوط، الشوط الرئيسي شوط الابكار للمسافة 1200. اسير مع المقدمة، اسير مع البداية، مع المركز الاول، خيرة مع الصدارة. راشد بن ناصر المدهوشي يتقدم مع خيرة على مقدمة الشوط، بينما المركز الثاني هنا وصلت لما سعيد بن سالم الهاشمية والغادمة جلمودة غادمة. راشد بن سعيد المشايخية يتقدم مع جلمودة على المركز الثاني، واللي غادمة واصلة هنا الاتحادية أحمد بن راشد الهاشمي يتقدم مع الاتحادية، ولكن عود مع الاندفاع، مع البداية، مع الانطلاق خيرة وجلمودة. هنا جلمودة غيرت إلى البداية، إلى المقدمة، إلى الصدارة من الهيام متقدم. راشد بن سعيد المشايخية يقدم لنا جلمودة، واللي واصل أيضا رسمية واصلة محمد بن خليفة الهاشمي، ولكن البداية الاندفاع مع جلمودة، مع الانطلاق جلمودة، مع البداية مع المشايخية. راح بالسلام، راح راح بالسلام أهالي فلج المشايخ. سلام بوسعيد، سلام سلامي على هذا الأداء، تهانينا والناموس. راشد بن سعيد المشايخي على فوز جلمودة بالمركز الأول. المركز الثاني وصلت في رسمية محمد بن خليفة بن خميس الهاشمي، والمركز الثالث نجود عبد الله بن جمعة الشماخي. التوقيت دقيقة واثنين واربعين ثانية، تانينا والناموس راشد.